نروح للاستاذ علاء حمام. استاذ علاء، السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ عبد الناصر، تحياتي لحضرتك ولحضرات الساده المشاهدين. ماذا يدور في نادي الزمالك؟ انا سمعت الاخ الفاضل اللي كان بيتكلم، عايز اقول له انه احنا ما يعرفوش ده ناس على الكلوب هاوس، بس احنا دايما بنرصد ان الحملات بتبقى كلها منظمة، يعني اللي على الصفحات هو على الكلوب هاوس، هو اللي على تويتر، يعني ما فيش حاجة بتطلع يا علاء الا موجهة على كل المنصات في وقت واحد. دي معلومة ليك. تمام، انا عايز اقول له بس ان وكيل عبد الله السعيد هو سيد مرعي. اه، ما احنا عارفين. ماشي، خد بقى الفضيحة دي وركز كده معايا بالراحة. ربنا يديك يسترك ان شاء الله دنيا واخره. اه، عشان دي فضيحة كبيرة قوي 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 يعني. اتفضل. في لعيب جامد جدا في نادي وادي دجلة اسمه احمد عاطف، ده راجل مهاجم. احمد عاطف ده في وكيل اسمه اسلام مالك، وقال لهم يا جماعة محتاجين أحمد عاطف، قالوا له آه محتاجين أحمد عاطف. تمام، فجأة راح سيد مرعي وميدو حزين اللي هم مالهمش دعوة بأحمد عاطف، راحوا لأحمد عاطف وقالوا له يا أحمد يا عاطف مش هتدخل الزمالك إلا من خيالنا، وإحنا اللي هنوديك الزمالك. طب مين يا جماعة قال ميدو حزين إن الزمالك عايز أحمد عاطف؟ تمام، دي نقطة. فاللاعب صعق، اللاعب تمسك بإسلام وكيله، فتفاجئ إن الكابتن فاروق جعفر رايح يقول له يا ابني كارترون مش عايزك وشوف مصلحتك، يا ابني كارترون إيه؟ مش عايزك وشوف مصلحتك. فالراجل اللي اسمه إسلام اللي راح الزمالك وقالوا له إحنا عايزينه، قال لهم يا جماعة وكارترون مش عايز الراجل ده، أنا جيت لكم وقلت لي ماشي. قالوا لا كارترون عايزه. قال لهم طب ازاي كابتن فاروق يقول للاعب كارترون مش عايزك، وازاي سيد مرعي وميدو حزين يروح يقولوا للاعب مش هتدخل الزمالك اللي احنا اللي هندخلك، وهم ما لهمش اي علاقه بيه ولا يعرفوه ولا يعرفهم، ازاي يا جماعه ده يحصل؟ ازاي؟ قول لي انت ازاي؟ انا بسالك انت، قول لي انت ازاي؟ قول لي انت ازاي؟ قول لي انت ازاي الحاج ميدو حزين وسيد مرعي يروحوا اللعيبه هما مالهمش دعوه بيه وما يعرفوش عنه حاجه، يروحوا يقولوا احنا اللي هنجيبك الزمالك؟ ازاي الكابتن فاروق جعفر يقول للاعب يا ابني عايزك؟ وانت مالك يا كابتن فاروق؟ انت مالك انت؟ انت مالك وايه علاقتك؟ وازاي تبقى ازاي ناس تروح للاعب لحد بيته تقول له احنا اللي هنجيبك الزمالك؟ اذا كان مش هما الوكلاء، ازاي يا كابتن فاروق؟ قول لي انت ازاي؟ قول لي انت ازاي يا كابتن فاروق؟ حلو على فكرة، ده مطلع أغنية، قول لي انت ازاي. خلي بالك ده سيد مرعي وميدو حزين أصلا بيشغلوا إعلاميين لحسابهم، مش هيشغلوا يا راجل اشتريت بقى. واخد بالك انت من المشهد ده؟ ايه رأيك انت في المشهد ده؟ واخد ليه ده احلى من الكلوب هاوس، صح ولا مش صح؟ المهم الحاج كارترون عرف وصل له الكلام في الامارات، وبعت للكابتن. اتفضل. وكارترون برضه ملك السبوبه برضه. لا ما بنتمش، ما عملناش علاقه، انا بحكي لك لا لا بس لا ماشي، ما المشهد عنده يعني. عنده وكيله برضه، الدنيا ما عنده تخلعش. وكيله، بس انا بحكي لك المشهد ده لان المشهد ده يعني انا عايش فيه طول النهار بصراحه، حاجه عظيمه، حاجه عظيمه ماشي. عظيمه. عرف كارترون. فكلم الكابتن حسين لبيب، قال له مين اللي راح قال للاعب ان انا مش عايزه؟ انا وصلني الكلام، انا قلت لك انا عايز اللاعب، مين اللي بلغ فاروق جعفر باسم اللاعب ده؟ مين اللي بلغ فاروق جعفر باسم اللاعب ده؟ هو اللاعب ده مش انتوا قلتوا له عليه وانا قلت لكم اوكي؟ فاروق جعفر عرف منين؟ فاروق جعفر عرف منين؟ فطبعا حالة من التخبط والفوضى، وفي حد بيبلغ ميدو حزير وسيد مرعي باللعيبه اللي عايزها الزمالك، فبيروحوا يبرشطوا عليهم ويروحوا يقولوا لهم احنا اللي هناخدكم واحنا اللي هنوديكم، دول ما لهمش اي علاقه بيهم ولا ليهم اي علاقه ولا عمرهم شافوهم ولا قابلوهم ولا سلموا عليهم حتى. ايه رايك انت بقى في المشهد ده؟ مش فضيحه دي ولا مش فضيحه؟ لا يا عم، مفيش حاجه وحشه في الزمالك، الحمد لله الاداره تمام والدنيا تمام
ومفيش خطأ بيحصل. أنا شايف إن ده قمة النزاهة. طبعا لازم ميدو حزين وسيد مرعي الناس يشتغلوا يعني، امال ما يشتغلوش؟ ماشي يشتغلوا في اللعيبه اللي معاهم، واللي مش هم ايه علاقتهم بلعيبه الدجله يا عم عادي، واللي مش معاهم ايه ماشي. هو احنا ايه رضينا ضميرنا وقلنا الحقيقه، وضحنا طبعا الامور كامله قدام الناس. يعني لا انا عايز اسالك سؤال حلو، هو ايه ماسوره اللعيبه اللي فتحت فجاه يعني دي؟ يعني خلال ال 48 ساعه ماسوره لعيبه شبانه من الـ من الـ من اسوان والانتاج الحربي البدري، وادي عاطف من الانتاج، ايه الماسوره دي؟ دجله معذره، يعني فسر لي ماسوره التعاقدات اللي فاتت فجاه. هي لعيبه عواطيه ما لقياش فرق، ولا فلوس لا ولا فلوس جت فجأة؟ لا لا هقول لك الموضوع ببساطة. اتفضل. موضوع ببساطة شبانة الزبالك بيفاوضوا من فترة. لا أنا بتكلم على مجمل ظهور هذه المفاوضات مكتملة. يا باشا ما تصبر، طيب ما أنا هقول لك. ماشي. أنت قلت شبانة، أنا هاخدهم واحد واحد عشان الناس ما تتوهش معانا. ماشي اتفضل يا باشا. شبانة الراجل الزمالك بيفاوضوا من فترة، والزمالك عايز مساك، واللاعب سعره كويس، ونادي اسوان مهاود وهيبيع، لانه يعني الفريق هبط درجه ثانيه وعندهم رغبه ان هم ينموا مواردهم عشان يقدروا يعملوا صفقات ويرجعوا ثاني الدوري الممتاز. تمام. فده موضوع شبانه. تمام. موضوع البدري، البدري طبعا مصطفى البدري تعلق جدا مع الانتاج. كان في كلام انه يروح النادي الاهلي، النادي الاهلي قطع يعني السيف والوريد زي ما بيقولوا، وقال لك لا انا عندي في مكانه لعيبه كتيره وماليش حاجه ليه. فالزمالك لقى لعيب كويس وقال لك فقال لك مفيش مشكله ان احنا ناخد لعيب صغير عنده 22 سنه بالمواصفات دي والامكانيات دي، فدخلوا فيه. هتيجي تقول لي بقى لعيب الدجله. لعيب الدجله خلاص. الاستاذ ماجد سامي دلوقتي بيبيع غالبيه لعيبه الفرقه، والنادي الاهلي راح بالراحه كده في 10 دقائق كيش وخد اثنين لعيبه ومشي بيهم. كيش وخد ايه؟ اتنين لعيبه مشي بيهم، تمام؟ الزمالك كده كده كان عايز لعيبه من دجله وبيتكلم عليهم، لكن دجله عايز فلوس. الزمالك المساله بتاعت الفلوس دي لسه الميه مش جامده في ايديهم، بس طبعا عايزين لعيبه من دجله، ودجله فيه لعيبه صغيره كتير وكويسه. فادي ده السبب في ماسوره اللعيبه اللي اتفتحت، لكن لسه الزمالك ما دخلش بتقله بفلوسه يعني علشان يخلص اللعيبه اللي هو عايزها، زي محمود مرعي، محمد عبد العاطي، احمد عاطف، طبعا محمد هلال. الزمالك يتمنى لعيب كويس جدا وصغير، بس طبعا سعره غالي، مش هيتباع اقل من 25 مليون جنيه، لان ده يعني الكشك بتاع الدجله او نجم دجله. ماشي ماشي، احنا قدام تصريحين دلوقتي في موضوع الصفقات ده، عشان مرضي الزملكاويه يبقوا معانا. حسين لبيب نفسه مع خالد الغندور قال مش هنقدر نجار الاهلي في الصفقات، احنا كل اللي معانا 20,000 جنيه في الخزنه، وده اغضب الزملكاويه جدا لان الراجل صدم الناس. وتصريح تاني قال لك الامل في مولتو، واخد بالك انت؟ برضه اغضب الزملكاويه. ليه؟ لان لو نرجع اللجنه دي جت ليه؟ اللجنة دي جات عشان قالت احنا معانا فلوس ننقذ النادي، مفيش حد داخل النادي لله وللوطن. عشان بس نفكر الناس، اللجنة دي كانت داخلة معاها خطة استثمارية لإنقاذ النادي ماليا، وكان تكلفاتها من الوزير واضحة، إنقاذ الفرق الرياضية والتعاقدات الموجودة، التجديد للناس واحتياجات الفريق الأول. ده كان أهم حاجة يعني، حتى ما كانش معاهم أولوية في سداد الديون. كده كده الوزير الراجل متدخل مشكورا، وإحنا مع ده بجدولة الديون بتاعت الضرائب والتأمينات عشان النادي ما يقعش، لأن مش وقت سداد ديون خالص دلوقتي. ولكن هي المشكلة اللي إحنا مختلفين فيها، إن ما فيش صراحة إنك تقول للناس إن أنا عندي ديون، ولكن أنت جاي تنقذ الفرق الرياضية وتتعاقد مع الناس قبل ما تمشي، وتشوف احتياج الفريق الاول وتصرف عليه وتجدد للموجودين وتجيب النواقص اللي بتاعت الفريق الاول. ده اللي عايزه الجمهور،
لما تيجي تطلع تقول انا ما عنديش غير 20,000 جنيه، يبقى انت كده بتدي ايحاء انك يعني حتى لو جبت على رايك انت صفقه، الناس مستنيه حد زي محمد مش عارف مين، الصفقات السوبر اللي بيتكلموا فيها. لكن السوبر ما جاش، يعني ممكن الناس تقول لك ايه شبانه هيعمل لي، انت شايفه بعين مختلفه كراجل متخصص، لكن انا شايفه مش هينجح. وبعد كده الامل في مولته، ومولته بيحقق خسائر ما يعلمها غير ربنا. دي حقايق، خلي بالك. والراجل حاسس، الراجل عايز يمشي بأي طريقة، مش لاقي مخرج. لأن يعني بدل ما ياخد واجهة اجتماعية بيخسر خسائر مالية رهيبة. فده اللي بيخلي الناس تتساءل، هو أنت معاك فلوس؟ معاك فلوس؟ ده كلامه هو ببقه يا علاء، مش كلام أنا. مفيش مشكلة، ما أنا مستني هات تخلص وأقول لك. إزاي كل اللعيبة دي وانت بتقول ما عنديش غير 20,000 جنيه؟ طيب بالراحة كده، الزمالك عنده لعيبة كتيرة جدا هيتم عارضها، هيجني منها فلوس. واول لعيب امبارح كان محمد عبد السلام، خد من وراه 2 مليون جنيه. ماشي. عنده حادث في الحراس، هياخد من وراه فلوس. ما تنساش ان الاشتراكات شغالة دلوقتي وشغالة لحد شهر 9، وكل يوم في فلوس في النادي. ما تنساش ان الموسم الجديد داخل، وعقد الرعاية داخل، والبث الفضائي داخل. هو قال 20,000 جنيه الكابتن حسين لبيب، هو مسؤول عن تصريحه، لكن انا بتكلم على ارض الواقع، بتكلم على ارض الواقع. الفلوس جايه الزمالك، لكن هي السيوله في ايد الزمالك مش موجوده دلوقتي، لكن الفلوس جايه. الفلوس جايه. طيب واخد بال حضرتك؟ طيب ادينا جاوبنا على السؤال ده للناس، عشان الناس اللي قلقانه ومفكره ان المفاوضات فلكوش. يبقى اذا في فلوس. لا مش فنكوش. لا مش فنكوش. ما الناس عايزه تطمن زي ما بنطمن الناس. لا ما احنا بنرد على الناس يا استاذ عباس. يا جماعه الخير، يا جماعه الخير، المفاوضات جاده وفي فلوس جايه في الزمالك. طيب السؤال الثاني، وصل النهارده، وصل النهارده حمدي النقاز، وفي عم مصر الكابتن حمدي النقاز وصل. طيب. عم مصر الكابتن حمدي النقاز، و200 شمعة للكابتن حمدي النقاز اللي شرفنا النهارده، وجاي غصب عن اي حد، وغصب عن المدير الفني، وغصب عن اي بني ادم في مصر. في حالة انقسام، ناس بتقول لك ناس بتقول لك يا جماعة احنا بنسد خرم لان ما معناش 2 مليون دولار، وفي نفس الوقت لان احنا خسرانين القضية بالثلث، وناس بتقول لك ده فضيحة وعيب، وانت يا حسين يا لبيب جاي تنقذنا ولا تغرقنا ورصيدك بيخلص معانا، انت مع انه الفيقن؟ انا مع الفريق الثاني، ده ما يدخلش النادي اصلا، ده لا لعيب كوره ولا عنده امكانيات وعار على الفرقه، ده احمد عيد قده 100 مره. انا اكمل في القضيه. ماشي بعد اذنك، انا موافقك. طيب هنحل مشكلته الماليه ازاي؟ برضه خلينا مشكلته الماليه اكمل معاه في القضيه، لكن اجيبه واقول له اتنازل واديك 800,000 جنيه، 800,000 دولار في الموسم، وهو بياخد 200,000 دولار اصلا في الترجي ما خدهمش. لا لحظه عشان المعلومه دي اول مره اسمعها، يعني هو هيجي ب 800,000 دولار في الموسم؟ لمده سنتين، يبقى دي 1,600,000 دولار. ده هو كان في الترجي ب 200,000. اتفضل انت، كل ده عشان يتنازل لي عن 1,300,000؟ عنه ما تنازل، انا اكمل معاه في القضيه وزي ما تمسد وقيلها. طب وبعد كده عايز اقول لك على حاجه. لا لحظه بس والنبي هسيبك تتكلم. طب كرامه الزمالك فين من حسين لبيب؟ حسين لبيب راجل مليونير، ما كان عمل طلعه حلوه كده وقال لك فلوس النقاز على جزمتي، انا اسف يعني حمدي راجل محترم، ولا كرامه الزمالك تتهان؟ لكن انت فاجأتني، انا فاكره جاي يعني كده مقابل اللي ليه ومحبه ود. لا مقابل اللي ليه ازاي؟ يعني هو دلوقتي مقابل اللي ليه، انا هياخد 1,300,000 يلعب لك بيهم سنتين؟ اذا كان هو معاه حكم بيهم. انا اصلا ماليش علاقه كابتن حسين لبيب مليونير ملياردير، ده شيء خاص. لا يا عم بص، اللجنه دي جايه عشان تحفظ كرامه النادي وتديره باحترام لغايه الانتخابات. احنا ما بنجاملش حد. انا كنت ظانن ان يعني بالفلوس اللي ليه مش هتعاقد بمبالغ زي كده. ليه؟ لان هو ماشي، يعني مش عايز اقول لك ماشي، شوف الترجع كان ما يزعلش مني حمدي ووكيله انيس بن ميم صديقي، ولكن في النهايه الترجي بدل ما يمشي فري طلع بيان محترم بالتراضي.
لكن كده كده باب سويقة قال لك ما يدخلش هنا تاني. طيب بص يا صاحب ناصر، الراجل ده جاي معاه الفلوس اللي ليه حكم 1,300,000 دولار، التفاق اللي وصلنا ان هم اتفقوا مع انه يتنازل عنهم ويمضي موسمين ب1,600,000 دولار، يعني ياخد 800,000 دولار في الموسم. طبعا كتير عليه، هو ما يساويش المبلغ ده خالص لانه فنيا قليل جدا جدا جدا. وعلى الراجل اللي بيعرف يدافع وحالته صعبه، وفي مشكله كبيره، في مشكله كبيره دلوقتي. انا عندي 3 لعيبه في الجهه اليمنى، عندي حازم امام وعندي احمد عيد وعندي الملسوسي اللي هو اصلا تونسي. انا كده لما اجيب الحاج حمدي النقاد لازم واحد هيمشي، مش واحد كان، مش احمد عيد، احمد عيد اعتبره مشي عيل صغير، لازم واحد في الثلاثه الكبار هيمشي. هيمشي الملسوسي، هيمشوا بعد ما انا بطلقش معاك بعد ما صبرت عليه وجاب خيره اخر 7 8 مباريات. ازاي مشيه؟ طيب برافو عليك، يعني هو احنا بدينا انه لا يصلح، ولكن للامانه لاعب كارديرون فرق معاه. لا اللاعب اجتهد بصراحه واشتغل على نفسه. واقنعنا واقنع الناس كلها انه راجل باك يمين محترم، دي حقيقه بامانه. وقد النقاش ده 100 مره، النقاش ده شوف فضل قد ايه ما اقنعناش، وماتشات كتيره غرقنا. طيب طبعا يعني انا شايف ورطه سودا للزمالك، ورطه سودا. انا كان رايي نكمل في القضيه وزي ما يحصل يحصل، لكن لعيب زي ده جه راح بيراميدز مردوش بيه، ملهاش فلوس كويسه في فاركو، جاي انا اديله المبلغ ده كله؟ لا، مبلغ طبعا كتير عليه، كتير عليه جدا فنيا، كتير عليه جدا. الكابتن مجدي عبد القاضي لما تعرض عليا في فاركو قال لك انا عندي اقوى منه، بس ممكن اخده استفيد من خبراته، ولكن حاطين له نص المبلغ اللي انت بتقول عليه ده. ما اعتقدش نص المبلغ، المعلومه اللي وصلت في 300,000 دولار، اقل من نص المبلغ. يعني هو فعلا 300، مش انت بتقول 600؟ انت بتقول الزمالك اتفق معاه على 600 في السنه؟ 800. 800. لا 800، لا اللي فاركو كان عرض عليه 250 300. طيب انا شايفها بصراحة. طب ماشي، يعني انا برد على حسين لبيب، منين فضحت الدنيا وما معكش غير 20,000 جنيه في الخزنة وعملت احباط للناس؟ تعالى الراجل طمن الجماهير اكتر منك. يعني علاء بيقول ازاي الكلام ده هو مسؤول عنه، عنده بس فضائي وعنده كذا وعنده كذا وعنده عضويات وعنده اشتراكات وعنده. طب ما تقول كده للناس. طب كمان يا استاذ عبد الناصر، طبيعة المصريين لازم اكركب لك الدنيا فوق دماغك واحسسك ان انا اللي عملت اللي ما اتعملش، وان انا الراجل الوطواط. انت مش عارف المصريين، تكلم اي واحد يقول لك الدنيا خربانه، الدنيا خربانه، مش عارفه ايه، وانا اللي عملت وحليت وسويت. انت مش عارف المصريين، مش عارفهم وعارف طبيعتهم. هو بصراحه الرجل الوطواط من ناحيه الرجل الوطواط، ما هو الرجل الوطواط. وبعد كده انا عايز انا عايز يعني انا عايز اقول للزملكاويه امثالك، انا لما اقول انا لما اقول افيهات وانتوا بتكرهوني ليه بتاخدوها مني؟ انت قلت ايه؟ يعني انا حجر القوات دي بتاعت انا. لا 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 يا عم يا عم يا بي، مين اللي قال اول واحد ليه مبيانات؟ الزملكا. لا 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 بص 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 لا لا بص، لغه البيانات دي موجوده في اي مؤسسه يا بيه، ماشي، وهذا مش عيب يا بيه. انا اقصد انا ملك الافيهات، انا ربنا موفقني ما فيش افيه بعمله ما بيبقاش ترند. فجاه يعني اول واحد قال لي ابو مين؟ العبد لله. ومين اللي قال لباليبو؟ برضه العبد لله. أنا راجل ولا أقصد الإهانة، دلع، بس هي بتيجي معايا وبتركب. أنت بتكرهني ليه؟ بتسرق مني إفهاتي يعني؟ دي مش قضيتنا. ماشي، يعني حمدي أنا النقاد، عايز أقول حاجة، يعني عايز أقول حمدي حاجة، عايز أقول. يعني حمدي النقاد جايب 800,000 في السنة. دولار. لا وأقسم بالله العلي العظيم، ده لو اللي بيعمل العقد عبد توفيق الدقن في ساقية التوجيهية ما هيعملوا كده. لا، والفنان العظيم زكي رستم في الفنان نجيب الريحاني.
المهم بس انا عايز اقول حاجه عشان بس يعني ندي كل واحد حقه. عجبني جدا جدا الحوار امبارح بتاع الكابتن حسين اللي بجد يعني الراجل كان رده منطقي وكويس في حاجات كتيره. وهو امبارح قال لك انا هعمل صفقات وهجيب صفقات وهدعم الفرقه والزمالك هيستمر قوي زي ما هو وحافظ على الارقام الاساسيه. وقال لك بن شرقي حاجته موجوده بس في خلاف بسيط بيننا وبينه هنحاول نحل الخلاف. وقال لك نجحنا هنجدد ما نجحناش هعرض كل حاجه قدام الجمهور. لا كان كلامه كويس عجبني جدا بصراحه الراجل في حواره امبارح يعني عجبني يعني. تمام. في حاجه بقى النجم عبد الله السعيد ايه رايك فيه النهارده في الماتش؟ والله الفتره اللي لعب فيها كنت نايم. لا هو الصراحه الفتره اللي لعب فيها شاط كره واحده ضعيفه جدا جدا الحمد لله ان هو ما جالوش فيها مز. بس انا شايفه صفقه العمر بالنسبه للزملكاويه. لا ده في ناس بتقاتل عليه يعني عندك الكابتن خالد الغندور بيقاتل الراجل طلع يقول يا جماعه الراجل اتنازل على فلوس يا جماعه الراجل عايز يجي الزمالك صدقني يا جماعه صدقني مش خالد بس كان برضه انت عارف كان ما احبك اظلم حتى في ناس كتير على اليوتيوب وده الدليل اللي انا بقوله لك ان سيد مرعي مسيطر. يعني في ناس كتيره جدا وصلت جمهور الزمالك انه سيكون ضربه قاسمه لكل الناس يعني عشان ابقى منصف مش خالد بس عشان ما ابقى امين للامانه يعني خالد الغندور ايوه عايزه لمفاهيم مختلفه لكن في ناس كتيره زي خالد على اتصال بسيد مرعي وميدو حزين وبيروجوا لهم وبيظبطوا لهم الاناني وبيحاربوا عشان برضه عبد الله يجي الزمالك. بص بقى يا باشا اسمع اللي حصل النهارده الصبح. الحاج عبد الله السعيد طبعا اللي مش لاقي اي نادي وبيراميدز عايز يخلص منه. بقول لك بالبلدي. يطول عمره يطول لحظه بس لما تقول عبد الله السعيد لازم ادي الراجل حقه عشان السن. انت قول عبد الله السعيد انا سيبني اديله حقه عشان عامل السن. قول اللي انت عايز تقوله. لا انت قول لما تقول عبد الله السعيد تسيبني دقيقه ادي الراجل حقه قول عبد الله السعيد. عبد الله السعيد. يزهزع عصره ينور طريقه وينصره على مين يا حديد. اتفضل يا باشا. استنى لا افتكرها لك انا كنت فاكرها. انا حافظها بس انا بغيرها. انت انا حافظها. ما علينا. كابتن عبد الله السعيد. هيا يطول عمره يزهزع عصره وينصره على مين يا حديد. هاي هي. هاي هي. راجل بيقفش 25 مليون جنيه في بيراميدز. اللهم لا حسد. ضرب في السنتين الاخاره دول 42 مليون ل 8 مليون متاخرين. دي مشكله الطبقيه والحقد بتاع العالم اللي زي على حرام. ما فتحش سبرنت النهارده في ماتش المنتخب حتى بربع جنيه مش بربع مليون ما علينا. المهم كابتن عبد الله السعيد ربنا يديله الصحه. والله العظيم علاء حمام ده لو معاه 42 الف في جيبه لما يقول كده على عبد الله السعيد حقد طبقي ابن كلب. المهم الحاج عبد الله السعيد قال لهم ايه لبتوع الزمالك وبتوع بيراميدز قال لهم انا اتنازل على 8 مليون جنيه وامشي وقال للزمالك انا باخد 25 عشان خاطركم انتوا ناس محترمين وناس زي الفل وعشان انا راجل مشطب كوره وعلى باب الله ومش قادر اجري في الملعب هاخد منكم 15 مليون جنيه. ايه رايك في الجمال ده؟ فطبعا الكابتن خالد الغندور قال لك الله يا جماعه ده خالد عبد الله السعيد يتنازل يا جماعه لازم ندري نجيبه نديله 15 مليون راجل 37 سنه ندري يا جماعه نديله 15 مليون يلا يا جماعه وعمال يسخن الناس ان احنا نجيب عبد الله السعيد اللي النهارده نزل 20 دقيقه قاعد طول ال 20 دقيقه مستني سبرنت واحد سبرنت واحد يوحد ربنا. هو الكابتن عبد الله السعيد اللي باع الاهلي اللي عمل له جماهيريته ونجوميته واداله فلوس وعمل له كل حاجه عشان الفلوس. لو 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 كان لاقي فلوس محترمه وعروض محترمه كان راح للزمالك قال لهم انا اتنازل وخفض مرتبي ال 15 مليون جنيه؟ لا طبعا. ده راجل شطب ما عندوش اي عروض ما عندوش اي حاجه بيراميدز شاف انه بقى عبء خلاص ده عبء 25 مليون جنيه كتير وبقى عبء بقى ده عبء على الفرقه وعبء ماديا فعايزين يزحزحوه ويخلصوا منه. خد بقى المفاجاه النهارده تاني ده بيراميدز عايز يلبس الزمالك في كل الناس اللي هو عايز يخلص منها. النهارده بس بيراميدز قال للزمالك ما تاخدوا نبيل عماد دونجا خدوه بقى
مش كل شويه تكتبوا اخبار عنه ما تاخدوه. بس الزمالك قالوا انا عايز احمد ايمن منصور. قالوا لا احمد ايمن منصور لا ما عندناش نيه نسيبه. راح الزمالك بقى قال جمله حلوه قوي 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 البيراميدز، قال لهم انا عايز اريك تراوري. عايز مين؟ اريك تراوري. عارف بيراميدز قال لهم ايه؟ قال لهم 8 مليون دولار. ايه رايك انت في دي؟ قال لهم اريك تراوري يا زمالك ب 8 مليون دولار. الحاج عبد الله السعيد الراجل الكبار المحترم يتنزل على 8 مليون وخدوه. لكن يا حبيبي اريك تراوري ده مش للبيع. واحمد ايمن منصور مش للبيع. لان طبعا بيراميدز مش هيديك لعيبه قويه ولا دعايم اساسيه، هيديك الحاجه اللي هو مش عايزها. بس خلي بالك برضه يا كم مرضي ما نظلمش خالد الغندور، خالد الراجل طبعا. خالد الراجل صرح في موضوع عبد الله السعيد، قال لك يا جماعه للناس اللي شايفه عبد الله السعيد سيء، ده معنى كلامه يعني. انضمام عبد الله السعيد للزمالك سيجعله مختلف، لان عبد الله شايل حاجات مش عايز يطلعها غير في الزمالك. يعني تحس مثلا ان هو فاتح محل جزاره فممكن شايل لك حته من بيت الكلاوي كده ما ينفعش يطلعها بيراميدز، حته من بيت اللوح، حته. سؤال، وانت راجل كبار زي عبد الله السعيد برضه بس ما بتاخدش 25 مليون جنيه. هو الانديه لما بتلاعب الزمالك والاهلي بتلعبهم بنفس المستوى اللي بتلعب بيهم بقيه فرق الدوري؟ لا. ولا بتنتحر جوه الملعب وبتبذل اقصى جهد عندها؟ بس برضه ده لا يمنع ان برضه عبد الله شايل حته يعني ما حدش عارفها غير خالد، بس انا بحترم في خالد ان برضه مش عايز يحكي كل حاجه، يعني في حاجات شايلها عبد الله مش هتطلع غير في الزمالك. تمام. يعني مثلا ممكن تلاقي عبد الله في الزمالك بيلعب رمي التماس، شفته بيلعب رمي التماس في بيراميدز؟ اه يعني ده بص يا استاذ عبد الناصر، اه في كابتن كبير من كباتن نادي الزمالك وانا كنت بتكلم معاه قبل ما ادخل معاك على الهواء، الله يكرمه، وراجل نجم كبير جدا جدا ومن اسباب الفوز بمسابقه الدوري، الله يكرمه، وكان ماسك ملف الكوره في البدايه وانجز فيه ونجح فيه بصوره كبيره جدا، راجل محترم. نصح اللجنه ان هي تشيل ايدها من صفقه عبد الله السعيد وتدخل بكل ما تملك من قوه في صفقه ابراهيم عادل. عارف انت ابراهيم عادل لاعب بيراميدز اللي النادي الاهلي اتكلم عليه ولا قال لهم ده المستقبل، نفضوا ايديكم من صفقه عبد الله السعيد وادخلوا بكل ما تملكوا من قوه في ابراهيم عادل. نصحهم بكده. وابراهيم عادل بيراميدز مش هيسيبه لا ليك ولا لغيرك. يا سيدي الفاضل، هذه الصفقات بس. لا انت تفهم الكلام ده ايه؟ ان انت تبص للمستقبل ما تبصش. يا سيدي الفاضل، بص، عبد الله السعيد، احمد فتحي، رمضان شريف، دي صفقات اقدر اقول لك انها كانت بتتعامل للشؤون اعلامي زي الحملات الاعلانيه اللي انت بتعملها عشان تسوق لناديك. ما كانش المنتظر منها افضل من اللي اديته، يعني مش عايزين اكتر من كده، جبنا معاهم بقوله جبنا، لكن كان الغرض الرئيسي اعلامي، فلازم تبقى فاهم. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه لمين؟ لبيراميدز لما دفع الارقام دي في الناس انها كانت تتزوج. الله ينور عليك، انا نادي من 1911 مش محتاج اعلانات يا عم. ما انا يا علاء قلنا لك هناك اعلاميين شركاء وكلاء لاعبين، بس افهمها بقى، مش عايزين نوضح. مفيش مشكله، واحنا بنتكلم، انا زملكاوي بتكلم بما يرضي الله، وانا بايد كلام الكابتن الكبير اللي قال للكابتن حسين لبيب النهارده، قال له ادخل في صفقه ابراهيم عادل، نفط ايدك من موضوع عبد الله. طيب اللي بعده اللي بعده يا علاء، سيبنا خلاص، ادينا عبد الله السعيد اكبر مما يستحق، هو راجل كبير في السن طبيعي. اللي بعده ماشي. طبعا انت عارف النهارده موضوع الصوره بتاع الجنش، وليه الجنش طلع قال لك الحساب اتهكر والحساب اتسرق مني. طبعا في صوره اتنشرت كابتن فاروق جعفر محطوط وشه على مشهد للفنان احمد رزق، وكان مكتوب بكلمك بجد يا سيد يا مرعي، يعني على كل صفقتين 3 مليون جنيه. ماشي، بنعرضها اهي علاء، اتفضل. تمام. الكلام ده طبعا كان نزل على صفحه حارس الزمالك محمود عبد الرحيم جنش، وبعد كده الراجل قال لك الصفحه اتسرقت وانا بحاول ارجعها. سيبك من موضوع الصفحه اتسرقت ما اتسرقتش، انتشار الصوره دي بصوره كبيره جدا جدا على صفحات السوشيال ميديا، وان هي كانت حديث مهم جدا لكافه
مشجعين وجماهير كل الانديه المصريه بتتكلم في الموضوع ده، بتتكلم في الموضوع ده. يعني بعيدا عن النساء ان مش نشرها حسابه اتسرق ما اتسرقش، انتشار الصوره والحديث عن الصوره كان كتير وكان ضخم بصوره كبيره جدا جدا جدا. تمام تمام. في صوره انا بعتها لحضرتك دلوقتي على الواتس للكابتن محمود عبد الرازق شيكابالا في اسوان وراكب على الموتوسيكل. شفناها. طبعا شيكابالا في اسوان يعني الموضوع بالنسبه له بسيط، يمشي على الموتوسيكل يمشي على رجليه، هم هناك في اسوان شبعانين منه يعني، فين لما اي حد يتلم حواليه يعني. حد دلوقتي بعت لي بيقول لي الحاج حمد النقاز هيتأيد على حساب سيتيه، وان كده سيتيه مش هيرجع الزمالك، وان الزمالك هيجدد اعارته لنادي الاتحاد السكندري، او كده الاتحاد استفاد من عوده النقاز للزمالك، ايه رايك انت؟ الاتحاد كده استفاد. طيب اللي بعده. محمود شبانه طبعا لعيب اسوان، الزمالك نهى كل حاجه يا جماعه، وفي خلال ساعات هيعلن عن التعاقد معاه، طبعا هو مدافع ومدافع جيد مش بطال يعني، وكارتيرون الراجل كان رحب بيه، والزمالك اتكلم مع اسوان ونهى اموره بشان ضم اللاعب. ده كان اخر خبر معانا النهارده استاذ عبد الناصر، ومعاك في اي حاجه تحت امرك في اي سؤال او اي استفسار. شكرا يا استاذ عدنان.